بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله راح نحكي عن السيريبرام. بعد ما خلصت السيريبيلام المخيخ راح احكي عن المخ السيريبرام. فالسيريبرام اللي هو largest part of the brain، اكبر جزء بالبرين، باعتبار البرين متكون من 4 برين اللي هو راح يكون من السيريبرام، 4 برين سيريبرام، ميد برين اند هايند برين. وعرفنا شنو الهايند برين. The largest part of the brain اللي هو السيريبرام موجود وين؟ In the anterior and middle cranial fossae. Anterior and middle cranial fossae. بالإضافة occupy the concavity تجويف vault of the skull. القبق أو الكفر مع رأسك هاي الفوق أيضا موجود بيها، هاي يشغلها occupy the concavity of the vault of the skull. تمام، يعني عرفنا وين موجود، عرفنا in the anterior and middle cranial fossa بالإضافة ال concavity of the vault. هذا منو؟ هذا السيربرام. متكون من جزئين السيربرام، من جزئين، من diencephalon and telencephalon. شنو الداينسيفيلون؟ الداينسيفيلون هذا كأنه الكور، كأنه اللب. شلون عندك مثلا ثمره وجوا الحب المشمشايه وجوا مو الحبايه مالتها، فهاي الحبايه كانه الكور، كانه الداينسيفيلون، بينما من برا كانه تالانسيفيلون. هسه عرفنا من ايش متكون؟ اي عرفنا من تالانسيفيلون اللي هو هذا البرا اسمه تالانسيفيلون، وجوا هذا اللوب شنو اسمه؟ اسمه داينسيفيلون. هذا منو؟ هذا الفور برين. مجتمعة يعني إذا أجمع التالانسيفيلون ويا الداينسيفيلون كلهم شو راح يسوون؟ يسوون السيريبلا سيريبرال هيمسفير، يسوون السيريبرال هيمسفير. أنا بعد نتكلم على السيريبلا شوية، فاعذروني لأن قبل شوية كنت أحكي بيه. فالمهم السيريبرام هسه من ايش متكون؟ متكون من داينسيفيلون اللي هو الكور، اللي هو السنتر، اللي هو اللوب، وداينس وتلانسيفيلون اللي هو خلينا نقول البريفرال الخارجي. هذا التلانسيفيلون من اجمع التلانسيفيلون زائد الداينسيفيلون يسووا لي السيريبلر هيمسفير، سيريبرال هيمسفير، يسووا لي السيريبرال هيمسفير. تمام يعني؟ تمام. هسه عرفنا السيريبرام شنو هو؟ اي عرفته، largest part of the forebrain موجود in the posterior and anterior cranial fossae وبالاضافه الى concavity of the vault of the skull. وعرفت متكون من two parts اللي هو الداينسيفيلون والتالانسيفيلون، اذا اجمعهم اثنينهم يسووا لي السيريبرال هيمسفير. انت ورده وينكم مثلك؟ تمام. داينسيفيلون هذا داينسيفيلون راح اشرحه شنو موجود من ايش متكون الداينسيفيلون، وبعدين اجي على اشرح التالانسيفيلون. فالداينسيفيلون متكون من ثيرد فنتركل والستركتشر المحيطه اليه الريليتد اليه، يعني الثيرد فنتركل اللي موجود بالسنتر بالوسط وريليتد اليه ستركتشرز، فهي مثل الداينسيفيلون يمثلون الكور. تمام عيني؟ تمام. فراح اجي على الداينسيفيلون، خليني اشرحها. هذا الفور برين، شوف عيني، هذا الفور برين، هذا كله التالانسيفيلون، وهنا الموجود بالنص اللي هو الداينسيفيلون، هذا الثيرد فنتركل، هذا الثيرد فنتركل والستركتشر المحيطه اليه، هذا يمثلون هاي الدائره اللي اذا اسويها اني، هاي الدائره يمثلون شنو؟ الكور، يمثلون الداينسيفيلون، بينما هاي البره المطعجه اللي هي عباره عن جايروس وفولد، هذول كلهم عباره عن تالانسيفيلون. تمام، افتهمت السالفه، امشي لي شويه. فيتشرز اوف ذا داينسيفيلون، الكور هذا شنو الفيتشرز مالته؟ انفيريور سيرفيس اوف ذا داينسيفيلون، شو وقت اشوفه؟ من اشوفه ان ذا انتاكت برين، من البرين سليم واثنينهم مطبوقات على بعضهم، فاشوف الانفيريور سيرفيس متكون من اوبتيك كيازمه، اوبتيك كيازمه ان اوبتيك تراكت، بالاضافه الى تيوبر سينيريوم اند ماميلاري باديز، رايت اند ليفت ماميلاري باديز. هذول كلهم ستراكشرز وين موجودين؟
على الكور على الانفيرز كانه سياره انا رفعتها من فوق حتى ابدل الدهن من جوا. فمن جوا شنو اشوف بالسياره؟ خلينا نقول مثلا اشوف المحرك، اشوف الرادياتر، اشوف ما اعرف شنو. فكانه انت جاي تبوعها من جوا. فشنو تشوف من جوا على البرين؟ اشوف الاوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت، تيوبر سينيريام، ماميلاري باديز، رايت اند ليفت ماميلاري باديز، هذول على الانفيريا سيرفس. زين افتحها قصه، افتحها خليني اشوف من الداخل شنو بي. فمن الداخل من اشوف هذا الكور، هذا التلنسي، هذا الداينسيفيلون متكون من ثير فنتريكل وستركتشر ريليتد اله. يعني شنو الباوندريز؟ من فوق الباوندريز سوبريرلي فورنيكس، يعني الباوندريز للداينسيفيلون سوبريرلي فورنيكس. انفيريرلي شنو راح يكون؟ تيوبر سينيريام. انفيريرلي لاترالي شنو راح يكون؟ الانترنال كبسول. تتذكر الانترنال كبسول؟ اي اتذكر. هو عباره عن شنو؟ عباره عن فايبرز، عباره عن وايت ماتر فايبر، اما صاعده او نازله. فهاي الفايبرز اللي هو متكون من انتيرير ليم اند بوستيرير ليم، تذكرونه لو لا؟ اي ان شاء الله ما نتذكر. هذا الانترنال كبسول، هذا هيك قايل قلنا هذا الانترنال كبسول، هذا الانتيرير ليم وهذا البوستيرير ليم وهاي الجينيو. هاي البوابه الوحيده اللي تجيها الفايبر مثلا من الثلاماس عن طريق البوستيرير. اذا هذا قلنا بوستيرير مو انتيرير، يلا بخلص، هو هذا بوستيرير وهذا انتيرير. فمن الثلاماس على البوستيرير ليم يسوي لي اوبتيك كورونا راديشن، وبعدين تروح على البوست سنترال جايروس. فعن طريق شنو البوابه اللي هي الانترنال كبسول. الانترنال كبسول شنو يسوي الباوندريز المن للداينسيفيلون. خلي اتخيل هنا مثلا عندي ثيرد فنتريكل، مثلا عندي هنا الثلاماس هنا عندي وهنا ثيرد فنتريكل، هنا تخيل عندي يعني الباوندريز لاترالي راح يكون عندي الانترنال كبسول للداينسيفيلون، هذا اللي جاي احكي عليه الوسط عن الداينسيفيلون. زين هسه عرفت الباوندريز لاترالي شنو عندي؟ الانترنال كبسول. ميديال سيرفيس للداينسيفيلون، الميديال سيرفيس يعني بالوسط شنو اشوف؟ من اشوف ان اخذ ساجيتال سكشن راح اشوف عندي الثلاماس، هاي الثلاماس اشوفها قدامك، هاي الثلاماس اشوف عندي الهايبوثلاماس، اشوف عندي السبثلاماس، اشوف عندي الابيثلاماس، كلهم دول ميديال ستراكشرز المن للداينسيفيلون. هسه عرفت لاترالي انترنال كبسول، ميديالي ثلاماس، هايبوثلاماس، ابيثلاماس، سبثلاماس. تمام عني؟ تمام. سوبريرلي شنو عندي؟ فورنيكس كباوندري، سوبريرلي فورنيكس. تمام تمام. ابجي اخذ اجزاء واحد واحد من هذا الستراكشر اللي موجوده. اول جزء اخذه اللي هو الثلمس. الثلمس هي عباره عن شنو؟ عباره عن اوفيد اور اوفال ان شيب اوف ذا جراي ماتر، يعني عندي عبارة عن خلايا كلها متجمعة صارت لي اوفال ان شيب، يعني مجموعة خلايا مو بس خلايا واحدة، مجموعة خلايا. مثلا عندي هنا خلايا اسمها بنترال بوستيريو لاترال نيوكليوس اوف ذا ثلاماس، هاي اتذكرها البنترال بوستيريو لاترال نيوكليوس اوف ذا ثلاماس اللي يجيها السنسيشن من السباينال كورد عن طريق السباينال لمنسكاس، وعن طريق حتى عن طريق الميديا لمنسكس راح ينتهون هنا بهاي النيوكلياي اللي اسمها فنترال بوستيريو لاترال نيوكليوس اوف ذا ثلاماس. بعدين من عندها راح يروحون على الانترنال كبسول، بعدين على بوست سنترال جايروس. اذا هاي ذكرتها اي. وايضا اكو نيوكلياي اسمها فنترال بوستيريو ميديا نيوكليوس، هاي هم اتذكرها. شنو هاي؟ هاي اللي جيها تراجي من التراكت، اللي ايضا جيب لي سنسيشن من الفيس او من الهيد بصوره عامه عن طريق تراجمنال تراكت، فنترال بوستيريو ميديال نيوكليس اوف ذا ثلاماس. هسه فد شويه ما اخذ الميديال جينوكليت بدي واللاترال جينوكليت بدي، هذول ايضا نيوكلياي موجودين بالثلاماس. هسه عرفت شنو الثلاماس؟ هي عباره عن اوفال ان شيب اجريجيشن اور كولكشن اوف ذا جراي ماتر اوف ذا نيوكلياي، يعني نيوكلياي متجمعه بشكل اوفال ان شيب، كل مجموعه لها وظيفه خاصه.
هاي وظيفة لها خاصة، هاي وظيفة خاصة، هاي وظيفة خاصة، هاي وظيفة خاصة، كل واحدة من ذن الألوان لها وظيفة خاصة. تمام عيني؟ تمام. أنا ما راح أطلب منك هاي كلها الهوسة، راح أطلب منك كم نيوكلياي؟ فد أربع فور نيوكلياي اللي هي مثلاً ventral posterior lateral nucleus لأن أخذتها، ventral posterior medial nucleus هم أخذتها، والميديال واللاترال جنكليت بدي راح أطلبها من عندك. تمام عيني؟ تمام. أرجع للثلاماس، قلنا large oval in shape mass of the gray matter، تسوي الميجر بارت اوف ذا داينسيفلون يعني اكبر جزء بالداينسيفلون تسوي هي الثلمس، هاي الثلمس لها كونكشن بتوين رايت اند ليفت ثلمس عن طريق شنو؟ عن طريق الانتر ثلميك ادهيجن، هاي الدائره هنا هاي كونكشن حتى تربط اليمنى ويا اليسرى عن طريق هذا الادهيجن انتر ثلميك ادهيجن، هاي كلها هاي الثلمس اللي تجيها اول سنسيشن اكسبت اول فيكتوري باث واي، كل السنسيشن تجي عليها، كل البين وتمبرشر تاتش بريشر ما اعرف شنو كلها تجي سنسيشن هنا لها علاقه ويا سنسيشن. تمام عيني؟ تمام. هاي منو؟ هاي الثلمس. شلون شكلها؟ اوفال ان شيب اوف ذا جراي ماتر، مجموعه من الخلايا، كل خلايا كل مجموعه لها وظيفه خاصه، هي تسوي للكور هي اللوب من الداينسيفلون واكبر جزء من الداينسيفلون. تمام عيني؟ مشيلي شويه قلت لك انا اخذت الميديال فينترال بوستيريو لاترال نيوكلياس وفينترال بوستيريو ميديال نيوكلياس، عرفت شنو فانكشن لهم؟ انت بس اعرف فينترال بوستيريو نيوكلياس، ومره هاي البوستيريو اسويها لاترال ومره اسويها ميديال، فصار عندك تو نيوكلياي فينترال بوستيريو لاترال نيوكلياس وفينترال بوستيريو ميديال. هسه راح احكي لك الميديال واللاترال جنكليت بدي، ذول شنو الميديال واللاترال جنكليت بدي؟ ذول عباره عن نيوكلياي. الميديال جينوكليت بودي تتذكر اني من اخذت الميدبرين، هذا الميدبرين تتذكره؟ اتذكره. مو قلت لك عندك سوبيريور كوليكولاس وقلت لك عندك انفيريور كوليكولاس؟ مو قلت لك السوبيريور كوليكولاس لهم علاقه ويا الفيجن؟ ايه. عن طريق شنو؟ قلت لك اكو لهم كونكشن عن طريق السوبيريور بريكيوم راح يوديهم على اللاترال جينوكليت بودي، هذول السوبيريور كوليكولاس، والانفيرير كوليكولاس عن طريق الانفيرير بريكيام يعني الذراع الانفيرير بريكيام راح يوديهم على الميديال جينوكليت بودي. فحتى لا انساهم الانفيرير كوليكولاس بما انه هي لها علاقه ويا الاوديتوري باث واي، فالميديال فراح تروح لوين؟ على الميديال جينوكليت بودي. هاي منو؟ هاي الانفيرير كوليكولاس، فاخذ الام ويا الميوزك، باعتبار الميوزك انت تسمع طرب، فالام اسمع وين؟ كاربطه ويا من؟ اربطه ويا الانفيريور ويا الميديال جينوكليت بادي، بينما السوبيريور كوليكولاس ويا قلنا هاي لها علاقه ويا الفيجوال ريفلكس، فيجوال ريفلكس، فالفيجوال ريفلكس لها علاقه ويا اللاترال جينوكليت بادي، هذا اللاترال جينوكليت بادي، فاللاترال اخذ الال اسوي لايت، اذا اللايت ويا اللاترال ويا السوبيريور كوليكولاس هيك اجمعهن، الانفيرير كوليكولاس ويا الانفيرير بريكيام ويا الميديال جينوكليت بدي. ليش ويا الميديال؟ لان انا اربط ميوزك، اخذت ميوزك فقلت ميديال جينوكليت بدي حتى ما انساها، ميوزك طرب هيك شيء. تمام عيني؟ تمام. فاجي اشرحهن اني ميديال جينوكليت بدي فورم بارت اوف ذا اوديتوري باث واي، هي اعرف بارت اوف ذا اوديتوري باث واي لان باعتبار ميوزك ميديال جينوكليت بدي، هو عبارة عن نيوكلياي موجودة على البوستيريا سيرفيس اوف ذا ثلامس، هذا البوستيريا سيرفيس هذا الداليتيشن اوف ذا ثلامس راح يسمونه البالبينار، الموست دايليتد بارت اوف ذا ثلامس، اكثر جزء متوسع بالثلامس بوستيريرلي اسمه البالبينار. انفيدر اله موجود عليه سوالينج، موجود عليه نيوكلياي اسمها الميديال جينوكليت بودي، الها علاقة ويا من اوديتري باث واي. تمام؟ تمام. الافرنت فايبرز، الفايبرز اللي اجت من ميديال جينوكليت بودي منين اجت؟ اجت عن طريق الانفيرير بريكيوم للانفيرير كوليكولاس، للانفيرير كوليكولاس. والافرنت وين راح تروح؟ راح تروح عن طريق الميديال جينوكليت بودي حتى يوديها للاوديتوري راديشن حتى يوديها بالاخير الى السوبرير تمبرال جايروس. والله كل شيء ما افتهمنا، شوفنا صوره تدلل.
تتذكر انا عندي كوكليا مو قلنا مسؤول على الهيرينج اي فهاي الاكسونز اجتني من السبايرال نيوكلياي اللي موجوده او السبايرال غانجليا اللي موجوده بالموديولاس من اخذنا الاير قلنا هذا الموديولاس اللي تفتر عليه الكوكليا تمام عيني بي غانجليا اسمها سبايرال غانجليا فهاي تجيب لك انه سنسيشن فيرست اوردر نيورون على السبايرال غانجليا تاخذها على الكوكليار النيوكلياي اللي وين موجود الكوكليار نيوكلياي موجودين بالمدلو بلانجاتا قلنا واحدة بوستيريار وواحدة انتيريار او واحدة دورزال وواحدة فنترال كوكليار نيوكلياي فهاي الفايبرز من اجت البوستيريار كوكليار نيوكلياي تسوي يعني وين تروح تروح على هذا الستركتر اللي اسمه ترابيزويد بادي اند اوليفري نيوكلياس فالفايبرز تيجي تروح على بنفس الجهة اوليفري نيوكلياس وترابيزويد بادي وعلى الجهة المقابلة الثانية وعلى الجهة الثانية هنا يعني اطت فايبرز واحد اجي بنفس الجهة والثاني سوى كروسنج للأوبوزيت سايد وصعد فمن صعد ايضا هاي الجهة اجوني منها واحد ومنها هاي واحد والثاني ايضا المفروض هنا عبر واحد وصعدوا هنا فسووا لي شنو سووا لي اللاترال لمنسكس اللاترال لمنسكس شنو هذا اللاترال لمنسكس هذا اللاترال لمنسكس ويا الهيرينج الى علاقه ويا الهيرينج هذا اول مره اسمع به يعني انا صح سمعت ميديال لمنسكس وسمعت سباينال لمنسكس وسمعت تراجمنال لمنسكس هذا اللاترال لمنسكس اول مره اسمع به عرفت شنو شغله ويا الهيرينج فاجت من الترابيزويد بادي صعدت لاترال منسكاس وين راح تروح راح تروح على الانفيرير كوليكولاس على الانفيرير كوليكولاس كفايبرز من الانفيرير كوليكولاس عن طريق الانفيرير بريكيام حتى يوديها على الميديال جينيكوليت بادي من الميديال جينيكوليت بادي راح يوديها على التيمبرال لوب اللي يحتوي لي على الاوديتري اريا على الاوديتري اريا اللي موجودين بالتيمبرال لوب هذا التيمبرال لوب فهمنا كل شيء ما فهمنا الله اكبر صلي على النبي اللهم صلي على محمد وعلى محمد عندي انا هنا خلي اجيبها لي جاي شويه عندي هنا مادولو بلانجاته تخيلها هيك هاي مادولو بلانجاته تمام عيني تمام وعندي هنا الكوكليه تمام يابا هم تمام عندي نيوكلياي هنا موجودة انتيريار هاي الانتيريار وهاي الدورزال كوكليار نيوكلياي وعندي هنا ترابيزويد بادي عندي بالجهة الثانية ايضا انتيريار دورزال نيوكلياي باعتبار هنا عندي الانفيرير سيربلار بادينكل على اساس يعني تخيل هيك انفيرير سيربلار بادينكل تمام عيني تمام اشر لي ترى دخلت هاي كوكليار نيوكلياي بصورة عامة كوكليار نيوكلياي اللي هي اما انتيرير او بوستيرير اجتها الفايبرز امنياً من الكوكلية راحت على غانجليا هنا اللي هي سبايرال غانجليا واجتها فايبرز ماكو غير لون اكو غير لون تدلل هاي فايبرز اجت على سبايرال غانجليا وطلعت وين راحت على الكوكليار نيوكلياي اللي هي الانتيرير بوستيرير يعني تجي هنا على الانتيرير او تجي على البوستيرير حتى لا تصير هوسه على واحدة ناخذ فراحت على الانتيرير على الدورزال هنا المشيرها اني دورزال كوكليار نيوكلياي من الدورزال كوكليار نيوكلياي راح يجي يسوي ساينابس وتجي كسكند اوردر نيورون وين تروح على الترابيزويد بادي عند اوليفري نيوكلياس ان ذا سيم اند اوبوزيت على الاثنين هنا وهنا تروح ان ذا سيم حتى لو نسويها غير لون تدلل سيم and opposite بالأحمر تمام يعني تمام بعدين راح يصعد يسوي ساينابس أيضا ويصعد وهذا أيضا هنا هم راح يصعد الأسود هم راح يصعد اللي سوى in the same side شو سالفهم سوينا أسود صعد in the same side تمام يعني تمام هذا واحد تخيل اذا اجيب لك واحد ثاني منه ايضا يسوي السيم اند اوبوزيت سايد ويصعد اسوي لك واحد ثاني تدلل يلا هذا احمر مثلا اجي هنا وين اجي على الانفيرير نيوكلياس فواحد راح على الترابيزويد بجي بالجهه الثانيه وصعد
واحد in the same side هنا وصعد. تمام يا بيه؟ تمام. اجي ايضا عندك عندي اذن بالجهه الثانيه هنا، هم عندي كوكليه، هم عندي كوكليه، هم اجتها فايبرز، هم اجتها فايبرز على الدورز الكوكليار، سوت ساينابس اجتني. وين تروح السكند اوردر نيورون؟ على الترابيزويد بودي سيم سيم، ترابيزويد بودي سيم ويصعد اند اوبوزيت اللي هي بالاسود، راح يروح على الاوبوزيت ويصعد. تمام عيني؟ تمام. ودنان يوكلياء ثانية هم يجيها فايبرز، هم جتها فايبرز عليها، همت على الكوكليار يوكلياء اللي هي الدورزال، فجو سوت ساينابس. وين راح تروح؟ على السيم سيم شنو؟ سيم ترابيزويد اند اوليفرين يوكلياس وتصعد اند اوبوزيت على الجهة المقابلة من عندها على الترابيزويد اند اوليفرين نيوكلياس، يسوي ساينابس ويصعد. تمام عيني؟ تمام. هذا الاسود كله ايش راح اسميه؟ وهذا الاحمر كله ايش راح اسميه؟ هذا الاحمر كله ايش راح اسميه؟ راح اسميهم اللاترال منسكس. وين راح يروحون؟ راح يروحون على الميديال جينوكليت بودي. هذا الميديال جينوكليت بودي، هذا الميديال جينوكليت بودي باعتبار ميوزك، فاجت الفايبرز عليهم ذولي، هاي الفايبرز اجت على الميديال جينوكليت بودي، اجتني على الميديال جينوكليت بودي. تمام. من اجت على الميديال جينوكليت بودي راح تروح عن طريق الانفيريور بريكيام، هذا الانفيريور بريكيام. وين اخذهم؟ اخذهم على وين؟ يلا سولف، نرجع للصورة وما يحتاج. انفيريور بريكيام وين يوديهم؟ على الميديال جينوكليت بودي. ها انا خطأت، ايش خطأت انا؟ شنو خطأت هنا؟ قلت هاي اللاترال جينوكليت، هاي اللاترال تراكت او اللاترال لمنسكاس، هذا راح يروح قلت لك على الميديال جينوكليت بودي، بس هنا مو على الميديال، راح يروح على الانفيدر كوليكولاس، هاي الخضراء انفيدر كوليكولاس، هاي الخضراء من هي الانفيدر كوليكولاس. فمن اجتها عن طريق الانفيريور كوليكولاس الفايبرز اللي دخلتها راح يخرجون عن طريق الانفيريور بريكيام. حتى وين يوديهم؟ يوديهم على الميديال جينوكليت بودي، هذا الميديال جينوكليت بودي. من الميديال جينوكليت بودي راح يطلعون كفايبرز رايحه على التيمبرال لوب، على التيمبرال لوب اللي هو يحتوي على الفانكشنال اريا اوف ذا اوديتوري باثوي، يعني السمع وين موجود؟ بالتيمبرال لوب. افتهمنا يا شباب؟ شوية مو شوية عيني، بس راح أعيدها على السريع، ما يخالف تحملني، ما يخالف الله عليك. من الكوكلية اجت فايبرز راحت على الدورزال اند فنترال كوكليار نيوكلياي، من الدورزال اند فنترال كوكليار نيوكلياي راح تعطيني تو اكسونز، واحد يروح عند السيم ترابيزويد بودي ويصعد، والثاني يروح على الاوبوز سايد ويصعد. فمن صعد هذا اللي اجى من سيم والاوبوزيت، من صعد سميته لاترال منسكس. اللاترال منسكس وين راح يروح؟ على الانفيريور كوليكولاس. من الانفيريور كوليكولاس حتى يصل الميديال جينوكليت بودي لازم يمر عن طريق الانفيريور بريكيام. تمام. وصل اذا الانفيريور، وصل الميديال جينوكليت بودي. من الميديال جينوكليت بودي حتى تروح على اليمين على الاوديتوري باثوي، الاوديتوري باثوي حتى يوديني على الاوديتوري اريا، فانكشنال اريا، المنطقه المسؤوله عن السمع، الاوديتوري اريا اللي هي وين موجوده؟ بالتيمبرال لوب. هسه شويه افتهمت، عافيه عليك. وانا اريد هالي شويه هنا اوضح. من الكوكليه على الكوكليار نيوكلياي، هاي وحده اجت سيم والثانيه راحت اوبوزيت سايد، فصعدوا. من صعدوا شنو اسمهم؟ لاترال منسكس. وين راحوا؟ على الانفيريور كوليكولاس. من الانفيريور كوليكولاس راحوا وين؟ على الميديال جينوكليت بدي. عن طريق منو؟ عن طريق الانفيريور بريكيام. بعدين من الميديال جينوكليت بدي وداهم على الاوديتوري اريا، اوديتوري كورتكس اللي موجوده على السوبيريور تمبرال جايروس. وافتهمناه وين؟ هذا السوبيريور تمبرال جايروس، هذا السوبيريور تمبرال جايروس اللي يحتوي للفانكشنال اريا. افتهمناها الاوديتوري باث واي، افتهمنا شويه
كلها شويه شويه نجمع. هذا من هو؟ هذا الميديال جينوكليت بودي. انت تخيل لعد لو اعطيك اياها الثلمس كلها، لو اعطيك اياها هذين النيوكليا كلهن، شو يصير بيك اذا بالميديال جينوكليت بودي ودخلت؟ تمام. نجي على اللاترال جينوكليت بودي. لاترال جينوكليت بودي، اللاترال جينوكليت بودي فورم بارت اوف ذا فيجوال باثوي، جزء من الفيجوال باثوي. ايضا كسوالينج، سوالينج موجود وين؟ على الاندر سيرفيس اوف ذا بالبينار، يعني كانه جيران هو والميديال جينوكليت بودي. هذا اللاترال جينوكليت بودي. نيوكلياي تيرمينيت اول بات فيو فايبرز اوف ذا اوبتيك تراكت، يعني هاي يجيها الاوبتيك تراكت هنا، هاي الفايبرز، هذا اللاترال جينوكليت بودي راح يجيها فايبرز تجي عليها. منين هاي الفايبرز؟ من الاوبتيك تراكت. تمام عيني؟ تمام. بعدين من الاوبتيك، من اللاترال جينوكليت بودي وين راح يروح؟ راح يسوي لي الفيجوال راديشن. من الفيجوال راديشن وين راح يروحون؟ على الاوكسيبيتال لوب اللي يحتوي لي الفيجوال كورتكس هنا بالاوكسيبيتال لوب. نفس هاي الصوره، ارجع لك هاي الصوره، هذا الاوكسيبيتال لوب، هنا الفيجوال اريا موجود على الاوكسيبيتال لوب، على الاوكسيبيتال لوب. بس احكي ليها مثل ما حكيت للاوديتري، فهمني اياها تتدلل. يجيني كسنسيشن للفيجن من الريتينا، من الريتينا راح تنتقل عن طريق الاوبتيك نير، من الاوبتيك نير راح تروح تسوي لي الاوبتيك كيازما، الاوبتيك كيازما راح يعطيني الاوبتيك تراكت، الاوبتيك تراكت راح يروح عن يدخل من هو؟ اللاترال جينوكليت بودي. من اللاترال جينوكليت بودي راح يخرج عن كانه اوبتيك راديشن حتى تصل الى اوكسيبيتال لوب. هنا الوضعيه كانه اسهل، اي والله تبين اسهل. شو اشرح لنا اياها بالله برسمك اللطيف تدلل. صلي على النبي بما امسح هاي، اللهم صل على محمد. صلي على النبي، شبيك دفعت المسح هاي لان ما صليت على النبي؟ طويله الشغله بما امسحها وانت ما تفعل صلي على النبي، فما اشرحها، زعلت. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. زين، قلنا انا عندي شنو؟ عندي هنا رتينا، عندي هاي الاي، هاي عينك مثلا، يجيها من هو؟ الاوبتيك نير. هذا الاوبتيك نير وسويناها اصفر، هذا الاوبتيك نير رايت اند ليفت، اتحدوا حتى يسووا لي الاوبتيك كيازما. من عندهم الاوبتيك كيازما راح يطلع عندي الاوبتيك تراكت، خليها كلها اصفر. اوبتيك تراكت قلنا اصفر، خليها. هذا راح يستمر عندي شنو؟ الاوبتيك تراكت. الاوبتيك تراكت شويه من عنده، شويه من عنده راح يروحون على اليمين على السوبرير، راح يروحون على اللاترال جينوكليت بودي. شويه من عنده راح يروحون على اللاترال جينوكليت بودي. خلينا نغير لون اللاترال جينوكليت بودي. هذا اللاترال جينوكليت بودي باعتبارهم عندي هنا واحد لاترال جينوكليت بودي، وجت فايبرز هذا من الجهه الثانيه، جت فايبر اوبتيك تراكت، فايبرز شويه دخلت لللاترال جينوكليت بودي، والبقيه الاغلبيه طلعوا عادي، يطلعون قبل، يطلعون قبل. فهاي الفايبرز اللي دخلت لللاترال جينوكليت بودي عن طريق منو دخلت؟ عن طريق الانفيرير بريكيوم، عن طريق السوبرير بريكيوم العفو، ترجع مره ثانيه حتى تسوي لي الاوديتري باثوي، او يسوي لي الفيجوال، مو اوديتري، جابنا على الاوديتري بعد نشلب الاوديتري، يسوي لي الفيجوال راديشن، فيجوال راديشن، يجتمع اثنين مره ثانيه يسوي لي فيجوال راديشن، وهذا ايضا مو طلع منه راح يلتحق بربعه، فيسوي لي الفيجوال راديشن حتى وين يروحون؟ على الاوكسيبيتال لوب. هذا الاوكسيبيتال لوب، اثنينهم يجون على الاوكسيبيتال لوب، الفيجوال راديشن راح يجون على الاوكسيبيتال لوب. سهل، اوبتيك نير، اوبتيك كيازما، اوبتيك تراكت، شويه فايبر راح يروحون على اللاترال جينوكليت بودي، وبعدين يستمرون مره ثانيه ويا الاوديتري ويا الفيجوال باثوي اللي يسوون الاوديتري راديشن، بعدين يروحون على الاوكسيبيتال لوب. افتهمنا؟ افتهمنا. زين، ليش شويه فاتوا هنا؟ ليش شويه؟ شويه على مود انا مو عندي فايبرز اجت من السباينال كورد على التكتم هنا، سميتها سباينو تكتر تراكت، حتى من يصير سنسيشن
مثلا سمعت انا صوت لان ام فايبرز قريبه عليها الاوديتوري بات وي هنا هم قريبه عليها من يجي سنسيشن كستيمولاي كاوديتوري فحتى اتحرك انا بعيني فهنا قريبين على بعض فيصير عندي ريفلكشن. المهم ما علينا بهاي السالفه يلا ما يخالف اعتبرها كلها اعتبرها شويه بس اعرف انه فايبرز طبت عن طريق من الاوبتيك تراكت الى الاخراج البليت بادي بعدين طلعوا سووا لي الفيجوال راديشن حتى يروحون على الاوكسيبيتال لوب. صعبتها علينا الصوره اسهل اي والله الصوره اسهل اوبتيك نير اوبتيك كيازما اوبتيك تراكت من عنده راحوا على اللاترال جنكليت بادي طلعوا من اللاترال جنكليت بادي طلعوا كانه اوبتيك راديشن. وين راحوا الاوبتيك راديشن؟ على الاوكسيبيتال لوب. اي والله هنا اسهل صار لك ساعه شخبط. يلا اذا سهله وافتهمت هو انا شريت بس اريدك تفتهم كان هنا ولا هناك ما ضجت والله بس اريدك تفتهم يعني انا كلها صار لي ساعه شخبط تقول لي هنا اسهل صوتي تمام عيني تمام عرفنا شنو الميديا الجنوكليت بودي عرفته عرفت شنو اللاترال جنوكليت بودي عرفته عرفت كل واحد الى كبات وي شنو عرفت الميديال ويا الميوزك ويا الاوديتري بات وي واللاترال ويا ويا اللايت ويا ويا الفيجوال بات وي تمام عيني تمام بس اقراها هيك قرايه لطيفه تفهم ان شاء الله. هذول النيوكلياي وين موجودين؟ على الثلمس. بعدني انا بالثلمس بالكور اوف ذا داينسيفلون بالكور اوف ذا داينسيفلون. هسه خلصت من الثلمس خلاص يكفي بالثلمس راح اجي على شيء اسمه ايبيثالامس. الايبيثالامس اللي هي هاي الايبيثالامس هاي الايبيثالامس هذا الايبيثالامس هاي المنطقه متكونه بها تو نيوكلياي بها هابنيولا نيوكلياي وبها باينيال بادي الاسم الحديث اللي هي باينيال جلاند. فراح اشرح لك عن الباينيال جلاند. الباينيال جلاند هو عباره عن جلاند تفرز هرمون هذا الهرمون اسمه الميلاتونين هذا هرمون اسمه الميلاتونين. هاي الباينيال جلاند وذ ايج بتقدم العمر راح يصير بيها كالسيفايد ماتيريال يعني فد كانه تصير بها تحجر. شنو اسميها هاي الكالسيفايد ماتيريال من يصير بها تحجر؟ اسميها برين ساند. وذ ايج من اسوي سيتي سكان اشوفها كانه منطقه متحجره. ليش؟ لان هذا وذ ايج هاي المناطق الباينال جلاند تبدي تتحجر تبدي تتصلب اسمها برين ساند حصى او رمل الدماغ. عرفنا باينال جلاند تفرز هرمون شنو اسمه؟ الميلاتونين. عرفنا موقعها وين؟ موقعها هي جزء او هي نيوكل جلاند منين؟ من الابي ثالامس. عرفنا وذ ايش يصير بيها؟ اي يصير برين ساند. خلاص ها هي كل اللي اريده منك. زين السكريشن هي اندوكراين لاوكساكراين هي اندوكراين سكريشن وين تروح؟ على السي اس اف. من السي اس اف تروح للفينوس ساينسز وتروح للهارت ويوزعها الهارت على الجلاند اللي تاثر عليها مثل البيتوتري جلاند مثل الايلس اوف لانجلهانز او الثايرويد جلاند ادرينال جلاند. يوزع شنو؟ يوزع الميلاتونين على ذني الجلاندز. تمام عيني تمام. عرفنا الباينيال جلاند شويه عرفنا من عندها خلاص هو اريدك بس شويه تعرف عنها ما يحتاج خلاص هاي ما نطول بالسالفه مثل الميديال ولا ترجل بليت بودي. تمام الهايبوثالاماس هاي الهايبوثالاماس